كان شفت اخوي في الكافيه هنا. يا بنت اخوك شنو اخوك الجبال خليناه في البيت هناك ماشي كوره. لا كانوا شبهه صراحه انا شفته هنا. لا والله انت شكلك تتوهمي انت عشان شكلك اول مره تطلعي مع ولد. ماي جاد واو انت تصرف. انا المره فاتت كلمت قال قلت لك البيت ده ولا تقرب جنبه ولا تمشي معه ولا تايت تفتح ولا هي صح اي متلك وما لك تب صراحه معلش هي قالت لي نجي نطلع وجينا طلعنا سوا معلش صراحه بس قلت لها خلاص من الليله ثاني البيت ده ولا تقرب جنبه ولا ماشي ماشي يلا تبقى انا تبقوم تمشي عشان قومي البرنامج ما قلت دول انت البرنامج ما قلت تعالي 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 يا عم كسر انت ارجع فيلا كسر ارجع كيف يعني ارجع فيلا 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 ارجع فيلا